الله تعالى يرضى عنكم، دائما أحذر من مسألة مهمة جدا. أقول لكم يا جماعة الخير، لا تجلسوا هذا المجلس اللي هو الآن مال تصدر للإقراء. الإنسان قد يشوف في نفسه أنه والله أخذ إجازة حفص برواية حفص مثلا بشهر أو شهرين، والله خلاص يلا من يريد القراءة بأعلى الأسانيد يدخل يفوت، ما أعرف إيش، إن كان مجانا أو كان يعني برسوم مالية، قد تكون بسيطة وقد تكون غالية بحسب الشيخ والإنسان. يعني ما نتكلم على الأمور المالية، ما لنا شغل فيها إحنا، أنا أتكلم بس على أنه إذا كان المعلم يعني الآن 4 سنوات، تخيل 4 سنوات لا تستطيع أن تصحح حرف الراء لهذه الطالبة، يعني متى ستصحح حرف الراء؟ 4 سنوات، 4 سنوات، تعرفون 4 سنوات راح أخذ الإجازة بالقراءات كلها بال4 سنوات، صح ولا لا؟ هنا النقطة، النقطة بأنه المعلم على خطر عظيم، لأنه قد يصدر نفسه للإقراء ولكنه ليس أهلا للإقراء، وما داير بال، أنا عم بعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يابا الله تعالى يرضى عنكم، هل تعرفون أحبتي في الله، أنا ما خرجت ولا جلست هذا المجلس إلا لما هنا في إقليم كردستان عملوا اختبار من كبار العلماء الاختصاص في القراءات ودكاترة، قالوا هم فيما بينهم في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هنا في إقليم كردستان، هذا الكلام أحكي لكم إياه سنة يمكن 2016، زين؟ فما طلعت في اليوم من الأيام أنا وجلست أمامكم تصحيح التلاوة إلا وأنا ماخذ إجازات، وأنا طول حياتي أنا أقرأ وأدرس وأعلم القرآن، لكنه بيناتنا إحنا يعني الشكل وديا حبيا بيني وبين جماعة المنطقة الأطفال كذا، يعني أمور بسيطة، وأنا أحكي أنه أنا ترى أنا أحتاج، أنا لست بس مجرد أنه نبقى مع كتاب الله عز وجل. فلما صار الاختبار ورحت للاختبار، الفضل الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، وكان من شروط الاختبار أن تكون حافظاً أقل شيء 15 جزء للقرآن. لماذا عملوا هذا الاختبار هذه اللجنة العليا؟ قالوا بأنه هنالك الناس كثرت عندنا ناس مجازين لكنهم لا يعرفون يقرؤون القرآن، ولا يسمحون لهم بأن يعلموا القرآن إلا إذا كانت هذه اللجنة تصدق على إجازاتهم ويعملون لهم الاختبار، واختبار كان قوي جداً، واحد يختبر عندك بالأحكام، والآخر يختبر بالحفظ، والآخر يختبر بالجزرية، وآخر يعني كان أيضا 4 هم، فكان اختبار مو طبيعي، بحيث أنه أنت من تطلع من هذا الاختبار تقول أنا وين كنت، ولو أنه هذا الاختبار وما صدقوا على شهاداتي وإجازاتي، وأنه الفضل الله عز وجل في ذلك الاختبار بين المتسابقين، الحمد لله كنت الأول آني بهم فضل الله عز وجل، ما طلعت هذا الموقف أمامكم وأنه جالس وأصحح كتاب الله عز وجل. فهاي النقطة، أنه طالب أنت 4 سنوات 5 سنوات مع معلم أو معلمة وأنت عندك الحروف والمخارج ما مضبوطة، هذا الخلل ترى من المعلم والمعلمة مو من الطالب مهما كان. فأرجوكم الله تعالى يرضى عنكم، لا تجلس أنت الآن وتعلم الناس يعني خطأ، ومكان ما تجيك حسنات جارية تجيك سيئات جارية، الله يبارك فيكم.